فلامينغو. فلامينغو هو طائر اسمه كده فلامينغو لأن رجليه حمراء، وهو نوع من أنواع البجع. أكبر عدد من الطيور موجود بأعداد رهيبة على مستوى العالم إلى الآن هو الفلامينغو، وأقدم طائر أيضا، يعني موجود من زمان قوي ولا يمكن أنه يندثر. دراسة الحية في حياة الفلامينغو عجيبة جدا، شوف ازاي يعيش، ازاي يربي عياله، وازاي هو اساسا اسر، يعني كل زوجين مرتبطين جدا ببعض. دي حاجة من ضمن الحاجات اللي خلتهم يعيشوا، ما فيش اي نوع من الخناق بينهم وبين بعض، وبيربوا عيالهم بطريقة، او الطيور الصغيرة بطريقة جميلة جدا. لكن اللي يهمني في قصة الفلامينغو اللي خلى اسم ده جاي من ان رجليه طويلة لونها احمر، ان هذا الطائر تعلم كيف يأكل من الأرض، من البرك الشديدة القلوية، يعني البرك اللي بيأكل منها السمك وبيأكل منها الطحالب، برك شديدة القلوية. يعني القلوية عشان نقول بقى يعني فيها صودا كاوي، زي الصابون، يعني اللي بيبقى فيه صودا كاوية جامد. هو اتعلم ازاي يقف في أرض صعبة عشان يأكل من السمك والطحالب اللي موجودة في، رغم صعوبة المياه اللي بيقف فيها، ولأنه تعلم أنه يأكل في الظروف الصعبة عاش، ونتعلم أنه يقاوم على قدر المستطاع الأمور الصعبة، قدر يعيش ويعيش صح. أنا بقول الكلام ده للناس اللي لما الظروف بتبقى قدامها صعبة بتفكر تطير، بتفكر تجري، لكن هو لو اتعلم يقف في الأرض دي ويأكل روحيا، يعني يقدر يشوف ربنا عاوز منه إيه في الفترة الصعبة، ويقف في الأرض الصعبة، هيعيش ومش هيموت، بل إنه هيتكاثر ويكبر. لكن طائر فلامينغو فجأة يقرر إنه يمشي من الحتة اللي فيها المية دي، لما يلاقي ابتدت تطلع نوع من الريمة. ليه؟ لأنه بيحس أن ابتدت الطحالب تتعفن، وابتدت الحتة تتعفن فتطلع ريمة. على أي حال، هذا الطائر ذكي جدا، ذكي جدا في معرفة الأمور اللي تضره وتضر حياته، فيمشي ويعرف أن الأمور اللي يقدر يتغلب عليها فيأكل منها. عشان كده طائر فلامينغو أكبر عدد من الطيور موجودة منه في هذه الأيام، وهيعيش ومش هينقرض. تعلم كيف يأكل في الأمور الصعبة، في أثناء الأمور الصعبة، وتعلم أيضا متى يكون الماء مضر فينتقل إلى مكان آخر. ياريت من مملكة الطيور اللي خلقها سيدي وسيدك، ياريت نقدر نتعلم شيء علشان نقدر نقاوم الأمور الصعبة طول ما احنا بنقدر نتغذى.